منظمه بجهه سوسمه الصدرعه عبد الرحمن اشكيرات. والان واللي كيرفع العلم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وحنا شفناه وشاهدناه في اليوتيوب انه كيتصدى للاجندات الخارجيه للانفصاليين والخونه بكل ما اوتي بقوه. وهذه رساله كنحملها من الاخوان ديالنا الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج اللي منتاوين تحت اللواء ديال المنظمه واللي راه كيبلغوا لكم السلام ديالهم، وطنيات ووطنيين، ملكيات وملكيين. شكرا جزيلا. ان شاء الله غنديروا تكريمه السيد الشريف. وحنا تنقولوا وكنطالبوا بان هذا المناضل الشريف ما يكونش وراء القضبان، يكون في الحريه. وهذا رجل خير، ولاش حنا مغاربه باش حنايا نوقفوا معاه وقفه؟ انا بعدا كنوقف معاه كمكناسيه كمناضله، وما عندناش شي هدف ما او غايه الا اننا حنايا كنطلبوا الحريه ديالو كمناضل، واستطاع انه يرفع العلم الوطني خارج الدوله. لهذا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى اولا، ومن النزاهه ديال الناس القضاة واي واحد عنده علاقه بهذا الملف هذا، الصراح المؤقت للسيد يوسف الزرواني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا لك سيدي تعترف به باش دوز البرنامج. اخ حميد. لا انا سيدي حميد. سيدي الرحيم. الصلاه والسلام على اشرف المرسلين على اله واصحابه اجمعين ومن والاهم باحسان الى يوم الدين. اليوم كنتواجدوا، جينا من مدينه الدار البيضاء كمجتمع مدني وكمنظمه المغربيه للملكيين عبر العالم، لان كنحمل رئيس فرع عمالة البرنوسي. جينا اليوم باش ناجرو اخ ديالنا والصديق ديالنا يوسف الزروالي اللي كنشهدوا عليه النزاهه ويعني الصدق بشر معه. وكنت نتكلم انا وياه، عندي الهواتف ديالو ديال المغرب وديال اوروبا، وعطيتو حالات وقف معاهم وساندهم في المنطقه ديالنا، وكنفتخر به كصديق وك يعني كفاعل جمعاوي. وهو راه الزروالي راه معروف على صعيد المغرب والمغاربه كاملين، 40 مليون مغربي كلها مسانده يوسف الزروالي، لا داخل ولا خارج ارض الوطن. شوف الانشطه اللي قام بها يوسف الزروالي خارج ارض الوطن اللي انتم كمغاربه في الجاليه يعني الانشطه اللي خارج ارض الوطن، انه تصدى اجندات، صدى اعداء الوطن، اعداء الوحده الترابيه، كل بما يتيه من قوه. لان الفصل 36 من الدستور كيقول، فصل 38 من الدستور يقول ان يجب على كل مغربي ومغربيه الدفاع عن الوحده الترابيه كل ما ياتيه من قوه تجاه اي عدوان يصيب البلد. اي اعداء الوطن كيتصدوا للبلاد، منهم الانفصاليين، منهم يعني التحيه للناس ديال الريف، راه كنهضر على بحال سعيد البارصه، بحال الليلي،
يعني كنهضر على دوك الانفصاليين اللي خرجوا بحال اسمه عليها ما نذكرش الاسماء على كل حال. يعني هذوك اعداء الوحده الترابيه كيتصدى لهم بقوه ووحده وكيجمع ناس وكيصرف من ماله الخاص، يعني كيدير اليوتيوب وكيصور فلوس وكيمدهم الخير وكيمدهم يعني كيواجه بهم اعداء الوطن. حنا كنفتخروا اليوم جينا كنطالبوا رئيس المحكمه الجزريه انه باش طلق سراح ديال يوسف الزرواري. يوسف الزرواري بريء، وكنقول ليه يا رئيس نطاق الزروالي صاحب الحق والعداله حق مشروع. الزروالي راه ماشي مخلوع، وحنا ما نستناوش شي واحد يدير لي تنازل، لان عارفين الزروالي رجل حق ورجل يعني رجل صافي، وتا حاجه ما ثابت عليه السب والقذف. ولكن راه صافي دوز القادع، راه عنده 4 شهور، هذا السيد راه ضرب 5 شهور، هذا عيب وعار، عيب وعار. بغينا نعرفوا شكون اللي هاد الجي اللي مبيكي على خوينا الزروالي، بغينا نعرفوا شكون اللي هاد السيد اللي يعني مرط خويا الزروالي في هاد الشيء، عيب وعار. يعني كي ديما المحامين كيطلبوا الصراح ديالو، صراح ديالو، وديما وكيل الملك ما كيقبلش. علاش؟ الرئيس كيقبل والوكيل الملك ما كيقبلش، هذا عيب وعار، عيب وعار. وما خصوش يتحاكم هنا، يعني عنده مشكل مع وكيل الملك ديال هنا، خصو يتحاكم بلاصه اخرى. هذا هو اللي كنعرف النزاهه، هذا هو كنعرف النزاهه ديال القضاء. يعني خويا الزروالي انه عنده مشكل مع هذا الوكيل الملك، خصو يتحاكم بلاصه اخرى، ماشي يتحاكم فيها في كاين حدوه، عيب وعار. وكلكم كتشهدوا وكلكم عارفين هذا الملف. قول لنا شي رصد مشاهدنا شفت وكنفتخروا المشاكل ديالك مع حمودة الداري. خويا العزيز خلي دابا هذاك النصاب، هذاك عنده ملف بوحدو، هذاك راه الوثائق راه دليت بها ووريت بها ديال النصب والاحتيال. بركة، عرفنا النصاب وعرفنا اللي صافي، عرفنا المخلويط وعرفنا اللي الشفاء. شكرا لك سيدي. انت كنفتخروا دائما بتاريخنا، ونفتخر بملوكنا، ونفتخر بشعبنا المغربي داخل وخارج ارض الوطن، ونفتخر بشعارنا الخالد الله الوطن الملك. شكرا لك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في معنا شخص اخر هو اللي كيمثل الجاليه المغربيه حسب قوله. انا معكم الاخ محفوظ بوريدا، المنسق الجهوي للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم. انا جيت هنا من اقليم اكادير، من اقليم سوس ماسا، اللي كنتضامن مع الاخ يوسف الزروالي، رجل وطني ملكي محب للخير ومحب للوطن وللملك. وحنا الان جينا من منطقه سوس كنتضامنوا معاه لان هذاك السيد كيدير الخير، فاحنا بغينا امثال هذا الاخ يوسف الزروالي اللي هو كيدير الخير. كنطالبوا من السيد الساده القضاة باش يعطيو السراح المبرأ ديالو او السراح المؤقت باش يخرج، لان هذا الاخ اللي هو كيتسمى محمد المسالي كيلفق ليه جميع التهم وكيتهمو لانه خطير على المجتمع وهو محب للخير وللوطن. لهذا حنا جينا الاخوان كنضامنوا معاه واحد رمضان حبا فيه، لانه محب لله وللوطن وللملك، ودائما شعارنا الله الوطن الملك. شكرا لك سيدي. اذا مشاهدي قناه شفت بكم، كنا معكم مباشره من مدينه مكناس. الى اللقاء، دمتم بألف خير والى اللقاء.